طول عمري وانا حاسس اني عايش وحيد وسط زحمه. لو حصل لي حاجه محدش هيبكي عليا، عشان كده عايز اعمل عيله كبيره واجيب عيال كتير ما خافوش، محدش فيهم يمشي وهو بيبص وراه خايف. لو حد غلط واحد فيهم عزمه تقوم له وتدافع عنه. لو انا هقدر انفذ الحلم ده يا شيخ. حلم جميل قوي يا طلعت، ربنا يقدرنا ونعرف نحققه، بس اهم حاجه عيالنا يتعلموا كويس ويخشوا الجامعه عشان ما يتعبوش زينا ان شاء الله. بص يا شيخ، بعد الخطوبه انا هشتغل ليل نهار، ادعي لي ربنا يكرمني في شغلانه النيله دي ويجينا من وراها الخير اللي انا مستنيه. يعني ايه بقى؟ مش هعرف اشوفك بعد الخطوبه؟ لا انت مجنونه ولا ايه؟ هجيلك يا سامة ساعة كل يوم أبص في عينيك وأخد زادي وأتكل على الله. ساعة واحدة بس؟ ما يا بنت الناس بعد كده هيبقى لك يوم ليكي لوحدك، يوم الأجازة. أنا حاسة إن الفرحة دي كتير قوي عليا. كتير عليك إزاي؟ إيه الكلام الماسخ اللي بتقوليه ده؟ إدعي أنت بس يا سامة ربنا يوفقك. ايه رايك يا ماما في دي؟ حلوه؟ على فكره الحاجات دي كلها للبيت. الطرحه دي ايه رايك في لونها؟ عجبكي؟ كل ده ذوق شفيق. خدي دي علشانك انت وني. وليه تعبتوا نفسكم؟ مفيش تعب ولا حاجه، احنا دلوقتي بقينا عيله واحده وانا زي اخوك. مش هتتفرجي عليها؟ لما ترجع عليها من المدرسة هنفتح الهدايا مع بعض. دلوقتي أنا هستأذن عشان أحقق محاضرة في الجامعة. طب استني نوصلك في طريقنا. لا معلش أنا هركب الميني بس. شهد، العربية اللي بره دي تبقى عربية أختك، يعني زي عربيتك تمام. ما يصحش تركب المواصلات وعربيتك موجودة ولا إيه؟ خلاص بقى هنوصلك، ولا عايزة شفيق يزعل؟ مبروك يا سيدي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. يا سلام، خطو عزيز يا عمرو زين. عزيز ايه بس يا طلعت؟ انا جيت لك ثلاث مرات وما لقيتكش. قلت لا بقى، يمكن انت اعتزلت وبطلت الشغل ولا حاجه. لا يا حبيبي، بس كان عندي شويه مواضيع لازم نخلصها وبضاعه لازم نجيبها. الله يوسع عليك. انا قلت يمكن اتفرغت للجواز ولا حاجه. اسمع طلعت، نصيحه من اخ كبير ليك، اوعى اوعى موضوع الجواز ده يشغلك عن تجارتك ومستقبلك. ايه اللي بتقوله ده يا عم وزير؟ مفيش حاجه تشغلنا عن الشغل، بس يعني كنا بنوضب ليله الخميس عايزين نفرح شامه وبعدها ان شاء الله نفضل الشغل. عين العقل يا طلعت، هو كده ده الكلام الصح. امال ايه؟ اتفضل يا سي طلعت. ايه ده؟ انا عارفه انك ما اتغديتش، والنبي ما تكسف ايدي. الله يكرمك يا سيد، انا سبقتك يا بنت الناس، كلي. هو انا كمان كلت عشان خاطري ما تكسفنيش. بسم الله. مش هكسفك المره دي، بس ما تعمليهاش تاني. تشكريني يا سيد. ربنا يخليك يا سي طلعت، هو احنا قاعدين في السوق ده غير بحسك؟ ربنا يبارك فيك يا بنت الناس. بالاذن. الله يكرمك. ربنا يزيدك كمان وكمان. حب الناس ليك ده مش شويه ابدا، وده اللي عاجبني فيك على فكره طلعت. معاملتك الكويسه وقلبك الحنين، معاملتك الطيبه للناس الغلابه. شاهد اختي كده من ساعة ما قررت اشتغل الشغلانة دي من اكتر من سنة وهي بدأت تبعد عني. شربت تصرفاتي، بس هي بس ما كانتش عارفة تعبر عن اللي جواها. انا عارفة. ليه؟ هي ما عارفاش الظروف اللي جبرتك على كده؟ عارفة كويس، وعارفة كمان ان احنا ما كانش ينفع نعيش بالمعاش اللي بابا سابه بعد اللي حصل لماما. هي كان كل همها كده ان هي كانت عايزانا اشتغل شغلانة تانية احسن من فيها دي، ما تعرضنيش للمخاطر وتسوق سمعتي. تفتكر مش هيجي يوم وتندم على اللي احنا عملناه؟
ليه فكرت كده؟ قلت لك قبل كده، انا بصيت لروحك ولقيتها صافيه ورقيقه كيف الطوب الابيض، ما فيهوش اي عقار، ما بصيتش وما همنيش اي حاجه تانيه. انت صعيدي؟ وحياة ابويا وامي اللي عمري ما شفتها صعيدي واصلي كمان. واقفة وحدك ليه يا سيدي؟ بشم شوية هوا، مش جاي لي نوم. خدي. ايه ده؟ ده وكل. هتاكلي دماغك هتتجل هتنامي على طول. والله شبعانة يا سي طلعة. شبعانة كيه؟ شميه. دي كبدة اسكندراني من عند تربات جدنا. هتاكليها تحبيها تطلبيها تاني. اخاف اتعود عليه. يا ست اتعودي، تربات جدنا. هنشيعوا له وناكله. تصبح على خير. وانت ولا. ما عملتش حاجة. وقطع الباشا مسك فيهم أدلة يا باشا. مدخلتك مين يا ولد المحروم؟ بس بقى يا انت وهو بلاش كلام كتير، الله يخرب بيوتكم. هاتهم يا عسكري على الاسم عشان ناخد أقوالهم. أحب على يدك يا بيه، سيبه يا بيه، ولدي ملوش صالح يا بيه. بص يا حاجة، أنا عشان خاطرك هسيب الستات الكبيرة اللي موجودة في المكان، لكن هم لازم أخدهم. لمهم وهات لي بطاياهم معاهم. طلعتي ولدي. اطمن يا أم اطمني. طلعتي ولدي. أنا عم بشير شهود. البت الغلبانة دي لازم حد يقف معاها. يا مرارك الطافح يا حمدي، يا حزلي يا حزلي، كان مستخبينا فين ده كله يا مهلا؟ ايوه حبيبتي والله العظيم وحشني صوتك، رغم انها لسه ما من 3 ساعات. انت عارفه انا بحبك قد ايه. بقولك ايه، انا قلت اطمن عليكي واسمع صوتك وخلاص، بس انا لسه عندي شغل كتير. بكره بقى نكمل كلامنا. لا والله العظيم عزمك على الباب، مش هتبقى خروجه وفضيحه ولا حاجه. ماشي يا حبيبي، يلا باي باي. يا سعاده البيه، ما بعد اذنك يعني تاخد اجوانا، بقالنا 2 ساعة مرميين بره كاننا كاتلين 10. وانتوا وراكوا ايه يا حبيبي؟ ورانا اشغالنا يا بيه، الفجر جرب يدن. ايه بقى حكايتكم بالظبط؟ احنا جالنا بلاغ من حد من جيرانكم ان في واحد بيحاول يعتدي على واحده ساكنه عندكم، عايز يغتصبها يموتها، حاجه في السكه دي. مين بقى الوحش فيكم اللي كان عايز يعمل كده؟ يا سعاده الباشا، الواد ده من قبل ثابت حاول يجدرها في طريق عفش، وضربها في السوق وحشتها عنه وخدتها وسكنتها جاري. الليله دي طلعت لقيته بيعمل عملته. الواد ده كذاب يا باشا، السقيله دي بنت خالتي يا باشا، وهو كلب على حلاوه، وجاب لها سكن قريب ورخيص عشان يستفرد بيها، وقشتك انت يا باشا ان احاول معاها لمؤاخذه يعني، مسكت فيها يا باشا بقدلنا يا باشا، عايش ده شرف يا باشا. شرف مين يا ولد المحروم؟ ما تفتحش بوقك، انا بقول لك ده لولا الناس والبسكوت تبهدلتك، انا عايز حق يا باشا. حق مين يا واد يا صايع انت؟ ما تصدقوش يا سعاده الباشا، الواد ده نصاب وكذاب. طب انا اعرفكم مين فينا النصاب. بس يا ابني انت وهو مش عايز كلام كتير. وانت يا اختي اللي عماله تنهنها، ما تقربي مني شويه كده وتمسكي نفسك وتحكي لي ايه اللي حصل. خلينا نخلص في ليله ابوك السودا دي. انا كنت نايمه في اوضتي يا باشا، وبعد كده الباب خبط، صحيت لقيت سي طلعت
بيقول لي انا جاي اتعشى معاكي. قلت له عيب يا سي طلعه، ما ينفعش تدخل اوضتي بالليل كده. فراح زقني ودخل الاوضه بالعافيه. وحاول حاول ايه؟ بتقولي ايه يا زباله يا المامه الشوارع؟ ما تصدقهاش يا سعاده البيه، الحديد دي لا يمكن يحصل. مش عايز حد فيكم ينطق من غير ما اقول له اتكلم. يعني كلامي جاد مظبوط؟ ايوه يا باشا كلامي مظبوط يا باشا. حاولت اخلصها منه. ده شرف يا باشا، انا عايز حق يا باشا. حقك ايه انت راخر كسر حقك يا عسكري؟ ابعت حد مع السنيوره دي يجيب لي تقرير طبي بحالتها من المستشفى. وخد الوحش المفترس ده ارميه في التخشيب. تخشيب ايه يا باشا؟ التنين دول بيكذبوا على الله، هما بيقولوش الحقيقه. اخرس يالا. بعد ما يجي التقرير خلي حضره الضابط حمدي يقفل المحضر ويبعته على النيابه بكره الصبح. تمام صح. الله، انت واقف عندك بتعمل ايه يا ابني؟ ما تاخده وترميه في الحجز. مش ممكن، مش ممكن. انت جبت الكلام ده منين؟ من السوق. كان عندي مصلحه بدري رايح اقضيها، واحد صاحب طلعت الروح بالروح هو اللي حكى لي اللي حصل. كذاب، ده اكيد كذاب. طلعت مش ممكن يعمل كده. ماشي كذاب، امال خدوا الاسم ليه؟ مرمي في التخشيبه ليه؟ ده كلام يدخل الدماغ يا راجل. قول كلام معقول يا ولية. وانا بقول الكلام ده من عندي، السوق كله بيتكلم. بقول لك اصطاد بنت من الشارع كده، استغفر الله العظيم، سكنها جنبه على السطوح. وبعدين الشيطان شاطر. رايحه فين يا شامة؟ رايحه له ياما، انا مش هفضل قاعده حتى ايدي على خدي كده. طب استني، هتروح الاسم لوحدك كمان؟ انا جاي معاكي. معقوله؟ يا ابن عم الله يرضى عليك. تعال اقعد بس، تعال اقعد بس وفضفض معايا. ده من ساعه ما دخلت ما فتحتش بقك، ورايح جاي رايح جاي. اقعد يا ولد العم، اقعد. اتفضل اقعد. دماغي هتفرجع يا ولد عمي. كيف حصل ده؟ كيف انت مدهوم في ايه يا عدم المؤاخذه؟ تهم معايا في شمزاره، استغفر الله العظيم. شكلك بيقول انك مصلوب. بس يا صاحبي، حرقتك في نفسك دي مش هتوصلك لحاجه. ملحقتش ادافع عن نفسي، عايز اطلع واعرف بنت المحروق عملت كده ليه. الحكايه فيها نسوان. طب خد ولع دي واحكي لي اللي حصل، او ناخد بحس بعض. بحياه والدك يا واد عم، سيبني في حالي، انا مش عايز اتحدد. نصيحه اخويه، علشان انت راجل طيب، لحسن عصبيتك دي ممكن تخليك تضيع روحك. وصي اهلك يشوفوا لك محامي يروح معاك النيابة. محامي؟ محامي ليه؟ أنا مش عايز وقع دماغ، كل واحد ليه مصلحة هتخلص من غير قلق ولا دوشة. عشان خاطر يا باشا، أنا زي أخوك الكبير، والمحجوز عندكوا ده جوه أنا عمه وعايز أطمن عليه. ما أنا قلت لك يا حاج، قريبك محجوز وهيترحل بكرة ولا بعده النيابة. نيابة؟ هو لسه هيروح نيابة؟ هو عمل إيه عشان يروح النيابة؟ اتهجم على جارته وحاول يعتدي عليها، واحنا في انتظار طريق الطب بتاعها. تهجم عليها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مش ممكن، مش معقول. ليه؟ ليه بس كده طلعت يا ابني؟ تبص البنت من بتوع الشوارع. اكيد في حاجة غلط. انا لازم اشوفه، لازم اتكلم معاه. تكلمي فيه تاني؟ ما خلاص الكلام خلص. بعدين خلاص هودوه النيابة. نحاول نتصرف، نعمل أي حاجة. تكلمي مين؟ عواطف. خالها بيشتغل أمين شرطة في اسم اللبان. يجي توسط لنا، انا قبله خمس دقايق. سلبان. الو عواطف، انا محتاجاكي. ايه رايك؟ الشقه تحفه. انا بقول نعمل عقد ايجار لمده سنه، في السنه دي ندور براحتنا على شقه تمليك. ايوه بس الشقه دي ايجارها غالي جدا يا شفيق. يعني في الشهر ده كتير قوي. مش كتير ولا حاجة، انت لازم تعيش في مكان زي ده. دلوقتي انا هحتاج مبلغ كبير عشان العقد والفرش، لازم يكون زين قوي يليك بيك يا حبيبتي. ده كتير عليا قوي يا حبيبي. مش عاوز اسمع منك الكلمة دي. وبعدين اطمن، انا حسابي في البنك تجيب.
ازيك يا هشام؟ ازيك يا عمرو زيج؟ صحيح اللي سمعته ده؟ ايه اللي سمعتيه؟ فهمني انت ايه اللي حصل؟ يا بنت الناس انا نفسي ما قدرش افهم ايه اللي حصل. يعني ايه؟ ومين البنت اللي متهمينك فيها دي؟ صحيح انت اللي مسكنها جنبك؟ ايوه بس كان قصدي طيب يعني. طيب؟ مع واحدة زي دي؟ اللي جرى بينك وبينها يا طلعت؟ يا بنت الناس، يا بنت الناس كفاية سؤالات، الله يبارك فيكي، أنا كفاية اللي أنا فيه. الله، مش دي البنت اللي كانت بتهديك علبة كشري وأنا عندك في السوق؟ أيوه أيوه. ليه تأذيك الأذية دي؟ الله أعلم إن في ضماير الناس يا عمرو زي. كشري إيه وبتعزه إيه؟ ما تفهموني اللي بتقولوه. بعدين يا شامة. إن شاء الله بس أطلع من هنا. وأروح أجيب البنت دي وأعرف هي عملت كده ليه؟ واتبلت عليا ليه؟ تطلع إزاي طلعت؟ ده بيقولوا لسه هتتعرض على النيابه. عمرو زيك الله يبارك فيك، كنت عايزك في خدمه، كنت عايزك تجيب لي بس عم بشير وعبد سلام يجيبوا محامي ويجوا يظهر اني عمر في المخروبه دي يوم كمان. يلا الخمس دقايق اللي سمح بيهم الباشا خلصوا. لحظة واحدة بس، أنا آسف جدا المبلغ مش جاهز. مش جاهز كيف؟ بص في الحساب كويس. سعادتك جاي في آخر اليوم والبنك النهاردة فيه ظروف طارئة. ظروف طارئة يعني إيه؟ يعني البنك كله مفروش 300,000 جنيه. سعادتك ممكن تشرفني بكرة الصبح أكون مجهز لك المبلغ تيجي تستلمه في ثواني، وأرجوك ما تزعلش. لا وهزعل ليه؟ بتحصل. بس أنا هاجي بكرة الساعة 11. مش عايز أستنى كتير وحياة أبوك. شرفت يا فندم. اهلا يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير ان شاء الله. فين فرع مدينه نصر؟ متشكرين يا سعاده الباشا. لا متشكرين قوي والله، جمايلكم زادت علينا والله، كتر خيرك. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. ساعه الزمن كنت جهزت روحك عشان تنزل مصر انت وعابد وسليمان. خير يا عمي؟ في اخبار عن شفيق؟ من غير كتر كلام، لازم تباتوا في مصر الليله. اقسم لك بالله يا باشا اللي قلته لك ده هو اللي حصل. انا ما عارفش البنت دي عملت كده ليه، وقالت اللي قالته في المحضر ليه. انا كمان يا طلعت استغربت جدا لما عرفت الحكايه. يا سعاده الباشا، سعادتك قلت اللي قبل سابق انك تعرف ان سمعتي نظيفه واخلاقي زينه. انا ممكن ادخل عركة عشان اخد حقي، مش عشان اعمل العم العفش ديك. شو بقى طلعت، انت ما قدامكش حل غير ان البت دي لازم تيجي تغير اقوالها، لان التقرير الطبي بيقول ما فيهاش غير كدمات بسيطه، يعني حكايه ممكن تعدي. ما فيش بقى غير محاوله الاعتداء عليها دي اللي ممكن النيابه تمسكها عليك. طب وهي بنت المحروق دي هتغير اقوالها كيف؟ لازم حد من اهلك يروح يتفاهم معاها، وانا هخدمك عشان حاسس انك صادق وبتقول الحق. هاجي لعرضك على النيابه لبكره عشان تعرف تلاقي حل. والله يا سعاده الباشا انا مش عارف ارد جميلك كيف. ما انا قلت لك ترد ازاي لما كنت في المستشفى وانت برضه ما عدتش عليا. ايوه عندك حق يا سعاده الباشا، نخلص بس من المصيبه اللي احنا فيها دي، وان شاء الله اللي عايز ربك يكون. تؤمر يا باشا. مش معقول. الحمد لله عطا ربنا كشف الحقيقه. عارف ليه؟ عشان نيتنا خير قبل البت ما تتدبس مع واحد زي ده. سبحان الله، الواد ده فعلا طلع بحره غويط، وممكن يكون كمان زي ما اللورد قال وراه 100 حاجة. أنا من أول قلبي مش مستريح له ولا نفسيتي رايحاله. الحمد لله ربنا بيحب البت دي قبل ما تتدبس في الخطوبة. يعني شامة دلوقتي خلاص ولا طايقة تسمع سيرته بعد اللي حصل ده. معقولة يا ناس؟ احنا كلنا هنتجنن. يتهجم على بنت من بتوع الشوارع، واد ناقص ودني
والأكادة بقى عطا إنه مش قادر يتكلم ولا يدافع عن نفسه. أظن دلوقتي بقى عم روزيق أن الأوان إن نرجع أتقدم من تاني ونقطع السكة على أي حد يفكر في شام. ها؟ عطا ما تستعجلش، إحنا هنروح من بعض فين؟ استنى بتاع كده تلات أربع أشهر عشان أنت حبيبي بجد حبيبي، لازم أفرش لك الأرض ورد وحرير كده قبل ما تخش. تلات أربع أشهر؟ أيوه عطا، لقال يكون اتمسح من دماغها أو اتمسح من على وش الدنيا دي كلها. ما رجعتش السطح تاني وسابت الأوضة وفيها شوية الهلاهيل بتوعها. كانها كانت جاية عشان تنفذ عندتها دي وتخفى. تخفى مين؟ أنا مش هسيبها، هجيبها إن شاء الله من تحت قطيل الأرض. أنا لفيت عليها وهسيبك دلوقتي وهلف تاني. بنت المحروق دي مش هتظهر غير قدام النيابة عشان تورطنا أكتر. يا موت وأعرف بس مين اللي زقها عليك هي والكلب اللي معاها. هعرف وحياتك عندي، لا أعرف حتى لو حبسوني 100 سنة هطلع واجيبهم. طب إيه ده أنت بس يا طلعت يا ولدي؟ إحنا ما سكتينش، أنا رحت قابلت الأستاذ خير المحامي وهيكون عندك بكرة وإن شاء الله هو هيحلها. أمي عاملة إيه؟ كان الله في عونها، ما بتبطلش بكرة. بس ما تقلقش واطمن، خالتك أم هلال جنبها ما بتهملهاش واصل. ربنا يخليكم لي وما يحرمنيش منكم، معلش تعبكم معي على طول يا عم بشير. يلا يا شامة، يلا حبيبتي، انا جايب الشاي في البيت من مكس مخصوص عشانك. شامة مش عايزاكم، سيبوني في حالي الله يخليكم. بنت هتموت نفسها عشان واحد عامل عملة سودة. ما هي البنت مصدومة مش قادرة تصدق، دي كانت عازبة اصحابها ومعارفها والجيران على الخطوبة. خطوبة؟ شلاها خطوبة. ايه واحدة واحدة علي، عارف ان فيه 100 موضوع في راسك على سبلهم. ما هو ساعتك لما بتغيب عننا يوم واحد الدنيا بتتدربل، ربنا ما يحرمناش من ساعتك. وهي اللي انت حاطه على المكتب ده؟ دي اذونات محتاجه امضه ساعتك بسرعه، ومعاها ملفات المندوبين الجداد بتوع المينا اللي ساعتك امرت تشوفهم اول ما يجهزوا. مش دي صورة الواد طلعت؟ ايوه يا لورد. امال ايه الاسم اللي مكتوب تحت دي؟ ما هو طلعت ده اسم الشهرة، لكن اسمه الحقيقي مكتوب عند ساعتك. ما يدورش حتى ابو السعد؟ ايوه يا فندم. غوي شحات ابو السعد. في حاجة يا لورد؟ عايز الواد ده دلوقتي هنا. دلوقتي يا زايد. فاهم؟ أمرك يا فندم. معقولة؟ وإيه يعمل العبد في اللي حزم البار؟ الظاهر إنه ما مكتوب لكش السعادة أبداً يا شحات أبو السعد. كل ما يبقى بينك وبينه خطوة واحدة يحصل اللي يبعدك عنه 100 خطوة. إيه اللي عملته في دنيتك عشان تترمي الرمية لعف شديد؟ يا رب. يعني الواحد ما يعملش البشر ساعتها تبقى العيشة كيف؟ لازم تحسب حساب كل خطوة بعد كده، لأن اللي حصل ده ملوش غير معنى واحد، في حد عايز يزيك.
ايه؟ قولي لي انا بس ايه اللي حصل؟ احكي لي انا امي. قول اللي انت عايزاه، قول اللي انت عايزاه مهما كان طلبك هنفذه. قولي لابوك اللي ملوش غير، قولي قولي يا بنتي. من الليله ما تسيبهاش تنعس لوحديها، كل واحده فيكم تنام جنبها ليله. ها؟ اهدي يا بنتي، اهدي يا حبيبتي، اهدي. يعني ايه ما بيردش؟ من ساعة ما ساعتك قلت لي وانا بحاول، الظاهر انه نايم. متأكد من نمره؟ ده الرقم اللي عندنا هنا يا فندم. وريني وريني. اتفضل سعادتك، اخر رقم مطلوب. ردش، بعت له حد على بيته دلوقتي. استنى استنى. الو. ايوه الو. ايوه ده تليفونه. مين بيتحدث معاي؟ علي حسك. مش عارف اسمع في المخروب دي. هو نسيه، هو مش موجود. قل لي الأول مين اللي بيتحدث معاي؟ بتشتغل معاه فين؟ في السوق ولا فين؟ مين اللي بيتكلم معاي؟ بيقولي مين؟ يا مرحب يا مرحب بيكي. هو فين دلوقتي؟ هو محجوز يا حبة عن أمه في الجسم. لا يا ولدي دي حكاية طويلة وتغم. طيب بعدين يا ولدي بعدين، لازم اروح له دلوك عشان اطل عليه. نقول له مين اللي سأل عنه؟ مين يا ولدي؟ قفل. طيب طيب جاي. ايه يا حاجة كنت نايمة ولا ايه؟ معلش يا ولدي كنت بتكلم في المخروب ده. طب يلا بينا. يلا. بصراحة الضابط عمل اللي عليه وادانا فرصة نحل الموضوع ودي، لكن البنت مختفية وهو مضطر يحولك النهاردة على النيابة المسائية. طب انت شايف ايه يا استاذ خيري؟ اطمن اطمن، انا اطلعت على المحضر وهكون معاك في النيابة وهنحاول نشكك في اقوال البنت ونطلب استدعاء شهودنا وربنا يسهل. يعني انت شايف ان شاء الله الموضوع ده هيعدي؟ الخوف كله ان النيابة تعتبرها محاولة اغتصاب وده ممكن يأزم الموقف. بجد كلام ينقال يا ناس؟ يرضي ربنا ده؟ بس ياما مش وقته دلوك. تعرف انا نفسي في ايه دلوك؟ اشوف البت دي قدامي عشان اكلها بسناني واكلي. مش حرام يا ولدي؟ مش حرام البهدله اللي انت فيها دي؟ خلاص ياما الله يرضى عليكي. جبتها ليه معاك يا عبد السلام؟ هي اللي صممت يا حاجه. اطمني، الاستاذ خيري شاف المحضر وجاب العنوان اللي في بطاقه البت وعنوان الواد اللي اسمه مجاهد، وانا هلف عليهم لحد ما اجيبهم. حتى لو لقيتهم هتعمل ايه معاهم؟ دول عالم لبط، انت مش كاتبهم. مش قدهم يعني ايه؟ هيلبسوك مصيبه زي اللي لبسوها لي. اتفاق الخير انت بس وسيبنا اتصرف. انا عارف ان النادله عطا هو اللي ورا الحكايه دي. كلوا الواد والبت عليا، زجهم في طريقي. عطا؟ معقوله؟ ايوه مفيش غيره. بس حسابه معايا كبير قوي. مظبوطين يا فندم؟ تمام مظبوطين. تحت امرك واسفين على اللي حصل امبارح. ولا يهمك. سلام عليكم. اطلع ما تخلوش يغيب عن عينيك. امرك يا سبتير. يلا يا عمو يلا. تعبناك معانا يا متر عبد الله وعطلناك. ساعتها جيت لي بنفسك عشان تاخدني ودي ما بتحصلش كتير. واضح ان الموضوع يهمك قوي. فعلا. شوف لنا ايه الحكايه ولو كان متورط في حاجه اعمل اللازم. اطمن.
ربع ساعة بالكتير وحاجيلك. انزل جيب لي عبد السلام، قول له انه عاوزه ضروري. حاضر. كيفك عبد السلام؟ بخير سعادتك، امورني يا باشا. انت جاي تزور صاحبك ولا ايه؟ اه، هو حضرتك عرفت اللي حصل له؟ يعني مش بالتفصيل، بس برضه جيت اطمن عليه. دول ناس سووا بعد عنك يتبلوا عليه، بس والمرسي ابو العباس طلعت مظلوم. حتى لو ما كانش مظلوم هنعمل اللي نقدر عليه وهنطلعوه باذن الله. طلعت مهم قوي بالنسبه لنا. مين اللي معاك دي؟ دي الست حمديه، امه طلعت. وراح توصلها ولا ايه؟ بس لو حضرتك محتاجني. لا 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 لا، روح وصلها وتجيلي المكتب، ربع ساعة مستنيك. أوامرك يا باشا. واخدنا على فين يا قريبي؟ هتقابل المحامي بتاعك. ما كان لسه هنا، رجع تاني ليه؟ معرفش، حضر الضابط قال لي هجيبك. ربنا يستر. ربنا يجعله فين. ما كنتش أعرف إنك مهم للدرجة دي يا طلعت. لدرجة إن أستاذنا المستشار عبد الله الزيني، أكبر محامي فيك يا اسكندرية، جايب نفسه عشان يقف جنبك. استنى انت بره شويه يا عسكري. تعالى يا طلعت. جنب انا؟ سياده المستشار عبد الله بيه. ازيك يا طلعت؟ مليان يا بيه، زين الله يبارك فيك. مش محتاج اي حاجه؟ ربنا يكرمك. احنا مستعدين نوفر لك كل طلباتك لغايه ما تخرج من هنا. سيادتك واثق قوي انه هيطلع منها؟ لان واثق من اخلاق الاخ طلعت. انا اعرفه كويس. يا سلام، ربنا يبارك فيك. يعني هو سعادتك يا باشا جاي قصدني؟ جرى ايه طلع؟ هو الحبس اثر على دماغك ولا ايه؟ معلش، هو اكيد تعبان شويه، الله يكون في عونه. عموما يا حمدي بيه، انا برجوك انك تاجل عرضه على النيابه المسائيه عشان تدينا فرصه اننا نصلح الموقف. انت عارف القانون سعادتك، انا المفروض اعرضه على النيابه خلال 24 ساعه، وانا لاني تعاطفت معاه اجلته نص يوم زياده وتحملت المسؤوليه. لكن ممكن يجي تفتيش في لحظه ونقع في ورطه. سعادتك ممكن تخدمني، ده طلب الوحيد، وهجيب لك موافقه من البيه المأمور. سعادتك بتحرجني لانك عارف اني ما اقدرش ارفض لك طلب. عموما انا هاجل عرضه على النيابه لبكره الصبح واتحمل انا المسؤوليه. ده عشم فيك يا حمدي بيه، متشكر جدا. اسيبك انا بقى تتكلم معاه براحتك، المكتب مكتبك وقهوتك هتوصل حالا. متشكر جدا، اشكرك يا حمدي بيه. اقعد يا طلعت، اتفضل. اللي مكتوب هنا ده حصل فعلا؟ انت اعتديت على البنت دي بالفعل؟ ما حصلش يا بيه، انا ما عملش العمله دي. يعني مفيش خصومه سابقه بينك وبين البنت دي او الولد اللي معاها؟ يا سعاده البيه، انا ما عرفتهمش غير من كام يوم، بس انا كنت عايز اسال جنابك سؤال. هو سعادتك تعرفني منين؟ انا مش عايزك تقلق نفسك، احنا كلنا هنقف جنبك. انا شخصيا هقف جنبك بكل ثقه لي لغايه ما طلعك من المهرس ده. شوقي بيه بيسلم عليك. شوقي بيه حكاية محبوكة. واضح إن البلاغ راح الشرطة قبل ما طلعت يدخل أوضة البنت علشان يطب عليهم البوليس في الوقت المناسب. مغرز يعني؟ وأنت شايف إيه يا سعادة المستشار؟ والله في مخارج كتير. إحنا ممكن نجاهي الشهود يشهدوا بإن مجاهد ضرب البنت في السوق قبل كده، ويشهدوا باللي حصل في السطوح. بس الأسرع هو الحل بتاعك. وأنا هنفذه. وهبلغك بالاخبار قبل ما تروح النيابه بكره. طيب، استاذن يا شوقي بيه. شكرين يا سعاده المستشار، واسفين اللي تعبك معانا. خيرك علينا سابع يا شوقي بيه. السلام عليكم. الف سلامه. عبد السلام، امرني سعادتك.
تفتكر مين اللي ورا الملعوب دي؟ هو طلعت بيشك في عطا، وما سعادتك عارف اللي بينهم، ومن غير مؤاخذة يعني عطا مش قادر ينسى. عطا واخد أوامر ما يهوبش ناحية طلعت. بالطريقة دي يبقى هو عمل اللي عمله من بعيد لبعيد عشان محدش يمسك عليه حاجة. عموما هنعرفه. لحروج. أوامرك اللورد. رجالتك أخبارهم إيه؟ رهن إشارة سعادتك. عاوزهم كلهم ما ينقصوش واحد. عبد سلام قال لي إنه شاف الواد ده كذا مرة قاعد على قهوة في المكس. عاوزكوا تمسحوا المنطقة كلها وتوقف رجالة عند العنوان اللي كاتبه في المحضر. عاوز الواد ده هو أو البت يكونوا قدامي قبل الليل وبالهداوة من غير ما حد يحس بيكم. يا ترى مين اللي وصل الخبر لشوقي بيه؟ وليه هم الأشغال الكبيرة وفكر فيا وشيعني محامي؟ جايز بيعتبرك واحد من رجالته من ساعة ما قدمته للورق، ويمكن بيوقف مع كل رجالته لما يمر بظروف صعبة. طبعا وفي الأصل صعيدي وبلدياتي وكله شهامة وجدعنة، وفي كل الأحوال لازم أن يتردد الجميل. بس المهم أخلص من المصيبة دي، أطلع لأمي الغلبانة والشامة. شامة كان في عينيها نظرة غريبة، أنا كمان ما عرفتش أشرح لها اللي حصل. لو ينفع أشوفها دلوقتي مسكين.